مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في المنزل ديال ميلود. ميلود عدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديالو. ميلود مرضي الوالدين، الأم ديالو وعكة الصحية ديالها صعيبة شيئا ما. مجموعة من الأسئلة كتطرح في الرأي العام، سواء في الفيديوهات اللي درجناهم حنا وكذلك مجموعة من المنابر. الجديد في الموضوع هو ظهور الزوجة ديال ميلود اللي كانت موضوع أسئلة تطرح في الرأي العام. غادي نشوف الموضوع مع الزوجة ديال ميلود. هادشي أول مرة غادي تدوزي معنا. مرحبا. ميلود وقع في موضوع الأم ديالو اللي مريضة وتحلو عليه الإخوة. مرحبا. وكان كيقول بلي ولدي ديال ليكوش وكان قال بأنه مزوج. انتي الناس كطرح علامة استفهام، كتقول بأنه الزوجة إلا تقوم بهذا الواجب. غادي تشرحي ليا، أنت تزوجتي مع ميلود وحنا غادي، أنت تزوجتي معاه. في 2009. 2009. ولدت في 2010. شحال ديال الولاد عندك؟ بنية. دويلي على العلاقة ديالك بالأم، أم السعدية اللي هي الأم ديال ميلود. معتبرة بحال الأم ديالي، يمكنش نخدم، كنت كنمشي مع ستة مثلا، جيت لديك الجوج أو الثلاثة، هو قابلها، طرف، طيب لينا الغداء، المهم بما نجي أنا، بما يجي هو، كيخرج داك الشيء اللي قسمنا ديال البيض، كنبقى أنا في الدار، تانا نبقى مقابلة ديك العشية، مع ملي كانت يلاه طاحت من ثلاثة للفوق حتى لشي جوج ولا شنو، بقى زهرانة معاه اللي كانت تولي شوية. انتي خدامة؟ لا جلست دابا، أنا جلست. فاش كنتي خدامة؟ في القهوة، كنت خدامة. يعني انتي العلاقة ديالك أنك الوضع الصحي ديالك فاش كتشوفيه دابا؟ فاش المرض ديالك؟ حالة لا يرتدى لها. يعني ما مكرفسه مسكينه، يعني صافي لا يبتلى. مكرفسه، بابت لي كوش وبابت كتبد لي ليها ومسكينه وهي عيانه. قدرش انا ما قدر كان على ندير علاش قديت انا انا ما عندي داك الجهد تقى شويه، بقاش عندي الصحه، ما عرفتش واش عندي فقر الدم ولا ما عرفت. الحمد لله. وانت اللي كديري معاه؟ انا كاين كنديرو صراحه عزيزه، هو بحال والدها. لا حظك، لا حظك. شكرا لك، وغنجي معاك في الاخير. مشاهدينا الكرام، هذا سؤال جوهري في الموضوع، غياب الزوجه هي جوتنا. الظروف ديالنا انا مسكينه كتخدم وكتساعد في داكشي اللي قدرات عليه. غادي نشوفوا القصه مع ميلود. ميلود غادي تعاود ليا في شي قيم تهضر معايا وغادي تبكي. لا علاش؟ حد شنو نقدم لك؟ مرتي تاهي كانت تعذبات بزاف والله، ما كانتش باغا تدوز، وحق الله العظيم، ودابا الحمد لله يعني كلشي باين، كلشي الحمد لله، لان حنا تعذبنا وربي العالمين بيا والله، ما كناش حتى 3 ونص ديال الصباح 4 ديال الصباح، يعني تعذبنا بزاف، والحمد لله على كل حال، وربي غايوقفوا معنا المغاربه وغايوقفوا معنا كلشي، وغتبرى لي امي، وهادشي اللي باغي انا في حياتي، انا ما باغي والو، انا ما بغيتوني والو، انا بريو لي امي. هادشي اللي باغي. الحمد لله مرتي تكرفسات، وانا تكرفس، وبنتي تكرفسات، وكلشي تكرفس. علشان امي انا فضلت انني نعطي الكلوه ديالي واتبرع، الا بغى الله يديني انا عديني، ولكن باش مابقاوش معذبين حنا دار كامله تبقى معذبه، صافي بغى الله يديني انا ويخلي امي كلهم سعاده مرحبا، ماشي مشكل. هذا مكان اخويا يوسف. مشاهدي الكرام، الله العظيم كلام مؤثر، وهو الابن الصغير جيت تعاود ليا باش الناس تستوعب معنا الامور. غادي تعاودي على المرض ديالها، وشنو قال لك الطبيب، وشنو غادي يخصها، باش الناس تفهم معنا القصة مزيان، صافي؟ يلاه. المرض ديالها أخويا يوسف هو شلل نصفي، شلل نصفي. الوالدة ديالي أنا مقطعش ليها العرق باش غنيسوها مرة، الوالدة ديالي عندها حل، عندها عملية باش يتحل، حيت العروقة ديالها عن بوشين، يعني خاصهم باش يتسرحوا، كيتسرحوا لها من اليد ديالها، وكيتسرحوا بعملية في كلينيك أنا ما قدش عليها، ما عنديش الفلوس ديالها. لان امي شي جيران نفس الحاله ديال الام ديالو تعالجوا، داروا عمليه وتعالجوا، حتى عندها الشلل اليمين ماشي الله يسر جهه القلب. وخويا ودابا عاوتاني زادت على هرسه، تبديت غادي معها الحمد لله مزيان، ولات كترجع والطبيب فرح وهادي، ولات كتمشى، ودابا ضحت لي اخويا يوسف وتهرست لي. شحال التكلفه ديال هاد العمليه باش تشافى الام ان شاء الله؟ قال لي السيد اللي عالج امو في الكلينيك قال لي تطلع ب 15 مليون. وحنا خويا يوسف حنا على قد الحال. 15 ما فيهاش في الكسر ولا فيهاش؟ لا هذا في الشلال بوحدو.
كنهضروا على الشلال دابا، اما الكسر باقي اخويا ما عرفنا ليش حتى حاجه. الكسر مهرس ليا اخويا من المرود ديالها، بالنسبه للعمليه قالوا لي اخويا تدير 15 مليون. حنا ما تنقدوش على هذا الشيء اخويا، حنا ولاد الله. شرح لي هذه العمليه 15 مليون شنو فيها بالضبط؟ يسرحوا ليها العروق ديالها ديال الدماغ ديالها من ايديها، حيت عنبوشين حيت ما كيدوش فيهم الدم كيف حنايا، يتسرحوا لها من ايديها ومن رجليها. هذا الشيء اللي دار السيد العمليه الام ديالو ونجحات ليه الحمد لله. كاين واحد الحاجه اخرى قلتيها لي قبل التسجيل، قلتي لي بانه السبب اللي خلاها مسكينه ما كتقدرش تتكلم هو شي نقاش مع الاخ ديالك، اشرح لي. كان عندي واحد الاخ اخويا ضربت عليه امي حياتها كامله في الاداب، الحمد لله على كل حال. جا هنا خويا ورا الاب ديالي تا هو باقي في الحياه عارف كل شيء. جا باع بارتما ب 830 مليون، جا عطى الوالد ديالي 1000 درهم وباس لامي على راسها ومشى. بقى فيها الوالده الحال، مشى شرا في الصحراء، مشى شرا في الداخله. امي لحقت عليه مسكينه حتى للصحراء، لحقت عليه وبقى فيها الحال، فيما مسكينه كتبقى خدامه كتبقى تحسها ديما بحسن حسن حسن حسن. تا واحد النهار اخويا خرجت انا سلعتي وعطيتها فلوس باش دير الغدا، جيت اخويا لقيتها مليوحه ليه فوق السبتاري، ضرب ليها طونسيو ضرب ليها العرق من كثر التفكار في حسن خويا. وها انتما كتشوف الحال، حسن خويا عايش وها هي امي. ما كيجيش يزورها؟ تقول اخويا شي واحد عمر خويا حسن اللي لحقت عليه امي تال الصحراء فكار في يومين، ما عمر سرسرتها في التليفون وقال لنا كيبقى تمي. وهذا حسن هو اخوكم الكبير؟ لا هذا هو اللي تابعو انا، اما خويا الكبير اخويا يوسف هو كيسكن حدايا، يقطع عطرام ويوصل عند امه. وراه الاب راه عايش راه شاف كلشي بعيني، راه لا عيد كبير لا عيد صغير لا عيد مولي النبي لا والو. في نظرك انت، في نظرك انت اللي عارف، علاش هاد قطع صلة الرحم بالاخوة كاملين معكم في المنزل، لا معك انت ولا مع الام، في نظرك يعني نقدروا نقولوا خطا من واحد في الاخوة تعرفوا بانه يقدر يكون شي واحد شي انا ما الله يهديه، ولكن هاد العدد شحال من جيل الخوت عندك؟ انا هو السادس، احنا خمسة. مزيان، هاد العدد كله حتى واحد فيهم ما تيجي يزورها حتى واحد ما تيسالها والو اخويا. علاش هاد الطريقة كلهم مجموعين بهاد الطريقة؟ ما كان عندنا الحمد لله حتى شي مشكل معاهم، ملي كانت الوالدة ديالي صحيحة هاد الصالون كان يدوي كلهم كانوا كيجيو، ولكن فاش طاحت امي وهما اصلا كبار وواعين عارفين هذا المرض اشنو هو من وراه، من وراه ليكوش ومن وراه الزان وحطان ودي هنا ودي هنا، خافوا من داك الشيء حيت خوتي ما غيقدروش على هذا الشيء. وخويا يوسف لقيتهم جالسين قدام الباب وكيقولوا نهار طاحت امي ديها حتى ديها حتى لا ديها حتى لا ديها حتى صافي. عرفتهم من تما بانه حتى شي واحد فيهم ما غيتهلا فيها واخا غيديها. خرجت عندهم وقلت لهم امي غتبقى في دارها، واللي بغى يصرف عليها يصرف عليها في دارها، وانا اللي غادي نتكلف بها وانا اللي غنهزها، وهاي اليومين هذا هي باقا امي في دارها ولا احد طلع ليها. واخا كيفاش العلاقه ديالهم هما مع الاب؟ كيتواصلوا مع الاب؟ لا بصفه عامه الاب ديالي كاع فوق امي، ما فهمتش انا علاش. انا دابا انا وصغير ما فهمتش، بابا يلاه فتح على عينه دار عمليه ركب العدسه وحيد الجلاله، وقفت معاه كنجري معاه في السبيطارات حتى شي واحد ما زارو، حتى شي واحد ما زارو. با خرج من الكلين من السبيطار ديال المخزن و تيدير هاك كيقلب يلا دير العمليه في يده كيشوفها بعين، ما لقى حتى شي واحد حتى واحد. اختي عيطت لها راه نتلاقى انا وياها عند سيدي ربي وقلت لها اختي راه با خرج لينا من العمليه، قالت لي لا خرج لك باك من العمليه انا راه خارج ليا ولادي من المدرسه. صافي وتكيت على با وجدتو، مرتي كانت كتنعس حداه كل نص ساعه كتقطر ليه التقطيره. تكملنا مع بانا الحمد لله ونجحنا في الامتحان مع الاب، وان شاء الله غنجح حتى في الامتحان مع الام، وغنبين لخوتي بان الوالدين راه ما كاينش الحال. هادشي ما غادي نبقاك معاك في الموضوع المشاهدين الكرام، غادي نشوف الاب حتى هو الا كان ممكن تجي حدايا الا كان ممكن. المشاهدين الكرام مجموعه من النقط دقيقه في الموضوع غادي نشوفها معاه. الوالد دابا الصله ديالك مع الوليدات الاخرين من غير ميلود كي دايره؟ كيتواصلوا معاك تيدويو معاك كتشوفهم؟ ها واحد حدايا في السوق اييه كيبيع شري ديسير وما حرزناش عليه، قلنا ليه ما تجيش عند امو كلش هكا يهدر. لا امي بغيت نجيبها عندي، بغيت نجيبها عندي. واحد نوبه داها لي الميلودي بعد داها ليه دار هو يبيع ويشري ومرته خدامه وهادي سادين عليها بوحدها. شبرت في الميلودي قالت لي والو يديني لداري وهزا وجابها. واخا من تما الولاد الاخرين كلهم نفس الطريقه، الدراري كاملين حتى واحد ما تيتواصل معاك، حتى واحد ما تيتلاقى معاك، حتى واحد ما تيهتم بك انت بالام ديالو يشوفها ولا غير شي واحد فيهم. ما نحرزوش عليهم، اللي بغى يجي يشوفها.
لا واش عندك واش كيتواصلوا معاك كتلاقى معاهم كيهضروا معاك كدوي معاهم ملي في الصحراء ما نشوفوش ما يطلعش يعيط علينا ملي طاح تمه وما عرفنا ميت ولا حي العلم والله وهذا اللي حدايا راه في النهار نشوفه وما نحرزنا عليه اللي بغى يجي يشوف هو الاول هاي بالله بنا اللي شفت اللي فهمت انا هو الوليد الصغير اللي عندك ميلود ومرته هما اللي قايمين بالواجب يعني. هما اللي مقابلينا شكون اللي قال لك انت اللي كنتي مريض؟ شكون اللي قال لك كنتي مريض؟ ها الله يفرشوا برده مشى جاب لي من البرنوصي العدسه وجاب لي المانطه وجاب لي الخيوط وجاب لي كل شيء ومرته حتى هي مرته كانت في الدار هي معانا هذه الوليد راضي عليها انت الله يرضي عليها معانا سيدي مزيانه هي مهليه في هذه المراه خلصها الله وولدي قال لك يقول شي اللي كاين ولد عمي واحد مشاهدينا الكرام شكرا لك بقى عندي سؤال اخير هاني لود الرجل العظيم با كيشاد وكيدير الكلام ما شاء الله والله يستر الله يستر الله يستر غادي تولي بخير ان شاء الله صافي 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 شوف شوف كمل معايا كمل معايا باش نستوعب انا وياك الامور تقوى معايا واحد شويه انا كنبسطو في النقاش من بعد التسجيل ديالك تبارك الله مع مجموعه من المناظر وصحت في المغارب وزويت تفاعل المغارب الحمد لله واش تقريبا قربتي ولا باقي بعيد بزاف الحمد لله تنشكي تقريبي لهذا المبلغ اللي ان شاء الله يا ربي كتبوا الدوايا وتولي مزيان الله يسترك خويا يوسف دابا الحمد لله دابا واحد السيده جات عندي حيدت لي بعدا واحد المشكل كبير وهو ديال الكروسه كنت كندي دابا حيت الوالده ديالي تهرست وليت كنديها دابا قال لي الطبيب ممنوع الطوموبيلات خاصك تولي تجيب الكروسه حتى للسبيطار راه يا خويا مربوطه بالقنابل تحيدت لي دابا جابتها لي وحده جديده بالسلام دار بكارطون واحد السيد صيفط لي اباراي على حساب الطونسيون والقلب الله يرحم الوالدين واحد السيده الا لقيتيها خرجت من عندي دابا قالت لي انا دوك الحوايج شتك فيهم من نهار صورتي النهار الاول ومشى فيهم حيت بصح ما تنقولش حاجه كذوب مع الله يرحم ليها الوالدين في هذا النهار واحد السيده جابت لي انا موسي يا خويا انا ما بغيتش هاد الامور ثانويه انا ناقش معايا الموضوع ديال 15 مليون كاين واحد الحاجه خصنا نكونوا واضحين فيها اذا صح التعبير فقط هو اختبار في الدنيا والغنى شنو غدير به كل شيء فايت الدنيا فايته تقريبا واش قدرتي توصل شي مبلغ اللي قربتي لهاد 15 مليون ولا باقي بعيد لا حاليا دابا يوسف لا ما كاين والو خويا حق اسم سيدي ربي ما كاين من غير دابا نقول شي 4000 درهم هي اللي متوصل بها هي اللي كاينه ماشي حاجه اخرى وحق اسم الله ما كاين راه داكشي كامل عندي في التليفون اخويا توصلت بهادشي اللي قلت لك دابا والناس تباشروا معايا الحمد لله وكلهم تيقولوا لي من هنا للسيمانه الجايه من هنا لهاد السيمانه وحنا معاك وهادي وحنا يوسف خويا انت كتشوف حنا تنتسناو هذا ما كان اخويا دابا الكلام ديال الطبيب في الاخير هو 15 مليون هي اللي تقدر هي اللي دير العمليه الوالده باش يتسرحوا لها العروق حيت العروق ديالها مبوشين ماشي مقطعين حيت كون كانوا مقطعين ما غادي تكون عندها حتى شي محاوله ولكن العروق ديالها مبوشين يعني خصهم يتسرحوا يتسرحوا ترجع لي مهمتي كما كانت ورجعنا لحياتي انا كما كانت حتى انا يوسف خويا باقي صغير حتى انا تعبني بزاف وليدات لا انا حسيت بك الله يفرج عليك يا ربي امين اولي وليد الله يجيب لها الشفاء الوالدين امين الوالدين امين انتي لقيتي الرضا في الدنيا الله يوفقك مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا مستجدات جديده في الموضوع اول لقاء ديالنا بالزوجه اللي هي اول مره كدوز بالاخص ملي عرفتني انا قالت لي انت ندوز معاك هذا شرف لي الموضوع ديال ميلود يبحث عن رضا الله الام ديالو تتالم من اجله ورفقه الاب والزوجه النداء ديالنا لرجل المغاربه في المغرب وخارج المغرب كل من ساعد او ساهم في هذه العمليه اجر محسوب عند الله عز وجل غادي نوضعو رقم الهاتف ديال ميلود وسوف ابقى ان شاء الله متتبع القصه ديالو مشاهدينا الكرام في خضم الموضوع الشكر الجزيل للجاليه المغربيه اللي لم تتوانى ولو لحظه في مساعده ميلود ومجموعه من الملفات اللي تناولتهم وفي خضم الموضوع عندي مجموعه من الاتصالات بالاخوان ذكورا واناث بالجاليه المغربيه في مجموعه من الدول العربيه الأوروبية اللي
طرح ومناقشة مشاكل ديالهم الخاصة. مشاهدينا الكرام، سوف أكون عما قريب في مجموعة من الدول الأوروبية، وسوف أناقش مجموعة من المواضيع سواء في الشق الإنساني وكذلك في مواضيع تتعلق بشباب مغاربة، كيفاش صقلوا الكفاءة ديالهم وقدروا وتمكنوا أنهم ينقدوا عائلات في المقربين بطبيعة الحال، ويساهمنا كذلك مع المغاربة في الشق الإنساني. غادي نتناول معهم مجموعة من الملفات، لأنه المغاربة كرماء في المغرب وخارج المغرب في خضم الموضوع. حتى لا أطيل عليكم، الشكر الجزيل الرشدي عبد الله اللي كيتذكرني يوميا، وهو السند القوي بطبيعة الحال باش أنني نتواصل مع مجموعة من المغاربة في دول أوروبية من أجل الإسهام في إيصال صوتهم في مجموعة من المعاناة اللي كيعانيهم. له الشكر بطبيعة الحال. مشاهدينا الكرام، النداء ديالنا لجل المغاربة، نساهموا وفق المستطاع. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.